ورجعنا لكم وفقرتنا الأخيرة من الأهلي خط أحمر ريمونتادا، والمرة دي الريمونتادا مختلفة تماما. هنبدأ بالكابتن أحمد الطيب المعلق الشهير اللي المتابع لي لما قبل 2013 هيبقى عارف ان هو كان معلق اغلب تصريحاته وتعليقاته متوازنه جدا، ما بيحاولش يستميل جمهور على حساب الاخر. كابتن احمد الطيب والاسباب غير معلومه ومفاجاه تحول الموضوع، لان هو دايما بيحاول يكسب ود جمهور الانديه المنافسه من خلال اسقاطات احيانا بيكون بارع فيها واحيانا بتتحسب عليه. كابتن احمد الطيب من 2012 كان معلق لمباراه الاهلي والترجي، تسمعه كان الارض لا تنسى جباه الساجدين. الحقيقه عشان جماهير النادي الاهلي ما بيتلعبش على مشاعرها، فهو ما لقاش رد الفعل لما عمل الكلام ده مع التاريخ لن يغير مجراه والنيل لن يغير مساره، فتحولت تماما ولقى ردود افعال ايجابيه جدا بالنسبه له، فصار في الاتجاه ده. حقه تماما، هو معلق جميل، سيظل معلق جميل، سيظل معلق موهوب، ولكن ستظل فكرة نقطة السم في العسل دايما بيزرعها، وزرعها في بوست لأبو تريكة، وهو بيمدح تماما في أبو تريكة. قال إن هو كمحلل في زمن قصير قطع مشوار طويل مش من فراغ، كان لاعب عظيم في الكورة والغطس. والحقيقة أنا استوقفني موضوع الغطس ده، سجل هدف في مرمى. لا، هل كابتن أحمد الطيب يعني يقصد الغطس بشكل إيجابي وإن هو بيميل للمدرسة دي، ولا بمميزاته، ولا الغطس ان هو موضوع ما يصحش ودي من عيوب اللاعب فما ينفعش يعمل؟ الحقيقه الاجابه على السؤال ده اكيد موجوده طبعا عند الكابتن احمد الطيب، لكن بما اننا بنتكلم عن مدارس الغطس وبما انه له ميول، فتعالوا نشوف احد اهم اللاعبين اللي كانوا بيمارسوا استاذة في مدرسه الغطس. انا اعتقد ان الكابتن احمد الطيب اكيد يقصد بكلمه الغطس دي حاجه ميزه وحاجه ايجابيه عند الكابتن محمد ابو تريكه، لان بعد اللي احنا استعرضناه ده حديث وقديم، اعتقد هو يقصد هي انها ميزه. واللي عجبني في الموضوع هي ركله جزاء كابتن فاروق جعفر، طبعا مباراه شهيره جدا في 85 لما لعبنا بالناشئين وقصه كده، لكن اللي تصدى لمحاوله الغطس هو الكابتن احمد شوبير، وكان الكابتن احمد شوبير من يومه وهو بيتصدى لاي محاوله الغطس. وكمان عجبني تعليق كابتن طارق يحيى اللي شايف ضربه جزاء من بره ال 18 ورجلين اللاعب خبطت في بعضها ويقول ركله جزاء صحيحه. طبعا كابتن طارق يحيى انتمائه وميوله معروفه وبيخدم دايما انتمائه وميوله من اي موقع بيشتغل فيه. طبعا كابتن طارق يحيى فارس. طبعا يا احمد، وبنقول لكابتن احمد الطيب احلال على بلابله، الغطس حرام للطير من كل جنس. يعني الموضوع رادد على نفسه، وعلى فكره الماتيريال اللي استعرضناه ده جزء بسيط جدا عشان الوقت. ده كمان في حاجه اصلا، ده منهج كمان بيدعمه بعض الحكام. ما تيجي نشوف كده ونرجع تاني بجد. والزمالك والله، والزمالك في فتره كده كان في حكم لا داعي لاسمه، واحنا في الزمالك هو كان زملكاوي، كان يجي يزعق لك مثلا ويتنرفز عليك ويقول لك ايه اقع في ال 18، يعمل نفسه ان هو بيتخانق معاك والكلام ده، ولو كلمت تاني هطلع لك انذار، قول تعالى اقف. والله اقف تقف، يقول لك ايه خش ال 18 بنفسك. كابتن رضا عبد العال كالعاده معانا بتعليقاته الطريفه الكوميديه، خش ال 18 خش ال 18 وقع، خش ال 18 وقع. عايزين هنروح بس عشان الاحقاق عن الحق، هو الكابتن رضا عبد العال اتكلم في التحكيم قال بيساند الاهلي وبيساند الزمالك لما لعب في اهلي وزمالك، لكن احنا جبنا اللقطه بتاعت فكره المنهج بتاع اقع جوه ال 18 وانا كمان هحسب لك ركله جزاء. هنروح يا احمد للجزء الثاني من ريمونتادا، وهو صراع الصفقات تاريخيا. بنتكلم عن مش مين كسب صفقة ومين خسر صفقة، ولكن منهجية النادي الأهلي تاريخيا في الصفقات كانت إيه. هنعمل فلاش باك، هنبدأ من الحاضر لحد ما نروح للماضي. عايزين نتكلم في حاجة مهمة. أول حاجة